تحية طيبة نهديها لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي المنوع بانوراما، حيث سنسلط الضوء معكم على مختلف الأنشطة الرياضية حول العالم مع التركيز على الأبرز منها، فأهلا وسهلا بكم معنا. لا تزال الجزائر تلد أبطالا وتصنع أسماء لامعة في كافة المحافل، كما يستمر مسلسل الإنجازات الذي حققه شباب وشابات هذا البلد في مختلف الأصناف الرياضية، غير أن الأمر تعدى ذلك لتنفرد الجزائر الآن بنوع خاص من الفنون القتالية الذي أطلق عليه اسم معبر عن مدى أصالة وقدم الحضارة الذي يتميز بها هذا القطر من الوطن العربي. ولتفاصيل أكثر لنتابع التقرير الذي عدته لنا الزميلة حكيمة دوماز. بعد جهود وإصرار دام لأكثر من 10 سنوات، ها هم هؤلاء الشبان الثلاثة يرون حلمهم يتجسد واقعا ملموسا من خلال خلق فن قتالي جديد كان قبل وقت مضى حكرا على الصين واليابان. فن قتالي أصيل وحديث نشأة منذ يعني كان أول فكرة كانت منذ 10 سنوات وتبلورت إلى أن أصبحت يعني رياضة وتجسدت على أرض الواقع في 2015، وكنت من المؤسسين معايا يعني 3 أساتذة في هذه الرياضة بفضل الله عز وجل. يعني عندنا يعني بدينا نشطوا في 4 ولايات، بليدة، وهرن، العاصمة، وتلمسان. أصيل كلمة أطلقها هؤلاء الشبان ليميز فنهم عن باقي الرياضات الأخرى. أصيل وكما يدل مصطلحها هي الأصالة والعراقة والتشبث بالجذور والحفاظ على الأصول. هي أيضاً كلمة ترمز حروفها الأربعة إلى المحاور التي تقوم عليها الرياضة التي تجمع بين فنون القتال الشرقي والغربي. الحاجة اللي ميزت الرياضة تاعنا أن الرياضة تاعنا خالية من العنف، ليست فيها أي حدود عرقية أو سياسية أو دولية. بيت الأصيل مفتوح لجميع الرياضيين، نرحب بجميع الرياضيين. شعار تاعنا هو الوحيد أنه انضمام الرياضيين إلينا يفرحنا وصحتهم تهمنا. اجتماع هذه المحاور الأربعة يكون رياضة قتالية أصيلة، سمتها الرشاقة والقوة، وأسسها الروح الرياضية واحترام الرياضات الأخرى والدفاع عن النفس بدون أي عنف، كما تسهم في صقل المواهب الشابة لتكوين رياضي لا يشق له غبار. أرى هذه الرياضة جيدة وتحافظ على جسم الإنسان، وأريد أن أكون تلميذ لهذه الأربع الأساتذة. اخترت هذه الرياضة لأنها جزائرية ومن مؤسسين جزائريين، ولأنها تحافظ على رشاقة الإنسان كما أنها تساعدنا في الدفاع عن أنفسنا في الشارع، كما أنها رياضة متكاملة ومتناسقة فيما بينها. فبين استعراض للتقنيات بغية شد انتباه المتابع وتقنيات الدفاع عن النفس ضد اليد الفارغة أو التي تحمل سلاحاً أبيضاً أو ضد عدد كبير من المهاجمين، مروراً بالمنازلة الخيالية بتقنيات مدروسة وصولاً إلى المنازلة الرشيقة، رسالة مفادها الرياضة لمحو العنف والوعي الرياضي والحب والسلام في العالم. هكذا إذن تمكن هؤلاء الشباب من خلق فن قتالي جديد يجمع بين فنون القتال الشرقي والغربي، والذي بات يستقطب الشباب بمختلف فئاته في انتظار إيصال صيته إلى رحاب أوسع. لبرنامج بانوراما، حكيمة دوماز، تلفزيون دولة الكويت، الجزائر.
الجمباز الإيقاعي هو نوع خاص من منافسات الجمباز مخصص للسيدات فقط، تقوم فيه اللاعبة بأداء حركات إيقاعية بشكل جمالي رشيق على أنغام الموسيقى، وهي تحمل أداة في يدها، وتتم الحركات تحت أنظار الحكام الذين يقيمون أداء اللاعبة ويقررون النقاط التي تحصل عليها. ويتم تقييم اللاعبة بناء على رشاقتها وصعوبة الحركات التي تقوم بها. والاقتراب من هذه الرياضة لنشاهد الرسالة التي وافانا بها مراسلنا عماد عبد الرؤوف من سراييفو. الجمباز الإيقاعي هو نوع خاص من منافسات الجمباز مخصص للسيدات فقط، ويعد من الأنشطة الرياضية التي تتطلب تنفيذ حركات رياضية بإيقاع موزون ورشيق باستخدام أدوات كالكرة والطوق والصولجان والشريط أو الحبل، وهو عبارة عن جملة حركات راقصة مأخوذة من فن البالي تؤدى على أنغام الموسيقى. ويعود تاريخ الجمباز إلى زمن بعيد، ووفق بعض المؤرخين فإنه مستوحى من البهلوانات في مصر القديمة الذين كانوا يقفزون ويتشقلبون ويقومون بحركات تحتاج للياقة بدنية كبيرة. الجمباز الإيقاعي هو رياضة مخصصة للبنات ومعقدة إلى حد ما، ولها متطلبات كثيرة. رياضة تجمع بين مجموعة من الألعاب الرياضية، الألعاب البهلوانية والباليه الكلاسيكي والباليه الحديث وباليه الجاز. والفتيات اللواتي يمارسن الجمباز الإيقاعي يبدأن هذه الرياضة في سن مبكرة، تبدأ من 3 إلى 4 سنوات على الأقل. وتستخدم في هذه الرياضة أدوات مختلفة، ويحدد عمر اللاعبة الأداء التي يمكن أن تستخدمها. ويجمع الجمباز الإيقاعي بين الفن والرياضة في كيفية استخدام أدواتها المختلفة وبين الحركة والرقص، ويتميز بالرشاقة. وتستخدم لاعبة الجمباز الإيقاعي أنواعا مختلفة من الموسيقى الإيقاعية التي تلعب دورا هاما في فاعلية الأداء الحركي، وتفجر القدرات الكامنة والانفعالات داخل جسمها بشكل يسمح لها أن تظهر مهارتها بالرقص ولياقتها ورشاقة حركاتها، وتمكنها من جمع كل ذلك خلال ثوان معدودات. أعتبر الجمباز الإيقاعي من أجمل الرياضات التي يمكن للفتيات أن يمارسنها، فهي رياضة الأنوثة والأناقة، وتعجبني لأنها رياضة جميلة ومشوقة في نفس الوقت. تستخدم فيها اللاعبة أدوات مختلفة أثناء أدائها لحركات هذه الرياضة، ومن هذه الأدوات المختلفة الحبل والشريط والطوق والصولجان والكرة. وتقوم لاعبة الجمباز الإيقاعي بأداء الحركات أثناء المسابقات تحت أنظار الحكام الذين يقيمون أداءها ويقررون النقاط التي تحصل عليها، ويتم تقييم اللاعبات بناء على رشاقة وصعوبة الحركات التي تقوم بها، متضمنة مهارة إطلاق والتقاط الأداء وتناغم جسدها مع الموسيقى المختارة. الجمباز الإيقاعي رياضة محببة للأطفال، ويساعد على تقوية عضلات الجسم وتنميتها، ويؤثر إيجابيا على المتغيرات البدنية كالرشاقة وزيادة تحمل قوة الذراعين والظهر والبطن والاتزان والتوافق العضلي للجسم، وتطوير النواحي النفسية وزيادة التفاعل الاجتماعي لدى الطفل، ويساعد على تنمية شخصيته. الجمباز الإيقاعي رياضة نسائية مفيدة لجسم الإنسان، ويمنح الفتاة التي تمارسها الرشاقة والجسم الجميل، وعلى اللاعبة أن تتناول الأطعمة الصحية المفيدة، وهذا يساعد في عملية التدريب. والجمباز يساعد اللاعبة على اكتساب التركيز، ويعود عليها بالفائدة في الدراسة. وإلى جانب جمال الأداء وقوة التأثير على المشاهدين والحركات الإيقاعية، يعتبر الجمباز الإيقاعي من أسرع الألعاب، وخاصة بعد التعديلات التي طرأت على بعض قواعد القانون الدولي لهذه الرياضة. وكانت رياضة الجمباز الإيقاعي قد ظهرت أول مرة في عام 1940 ميلادي، ودخل ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 1984 ميلادي. الجمباز الإيقاعي هو رياضة الرشاقة والجمال، ولاعبة الجمباز تتوفر لديها الموهبة وقوة التحمل للتدريب الشاق، وتبدأ ممارسة رياضة الجمباز في مرحلة الطفولة لما لها من مردود إيجابي على مراحل التطور في عمر الطفل. عماد عبد الرؤوف لبرنامج بانوراما، تلفزيون دولة الكويت، سراييفو. سراييفو
سباق الهجن هي رياضة عربية مشهورة في الشرق الأوسط بين العرب وخاصة في منطقة الجزيرة العربية وكذلك في أفريقيا وأستراليا، وتحرص بعض الدول على إقامة هذه المسابقات بانتظام وعلى تنظيم المهرجانات والاحتفالات الشعبية الكبيرة خلال فترات إقامتها. وفي السودان أقيم سباق لهذه الرياضة مؤخرا، وكان مراسلنا بدر الدين خلف الله في قلب الحدث ووفانا بهذا التقرير المميز. الرياضة الآباء والأجداد هكذا يسمونها. بدأ سباق الهجن في منطقة أبو طلحة غرب كسلا بشرق السودان منذ قديم الزمان، حيث كان في السابق تباري في موسم الأعراس للتعبير عن الفرح وافتخارا بالثروة الحيوانية. عرفت كسلا بالهجن العربية الأصيلة وكمصدر لها، واحتلت هجنها المركز الأول في سباقات المسافات الطويلة. الهجن هي تراثنا الأساسي والأصلي في السودان من أجدادنا القدماء، فهذه الهجن مملوكة عندنا من قدم الزمان ونستعملها قبل أن تكون استثمار وبيع وشراء، والآن الحمد لله بقت هي الثروة، وهي تجلب الثروة وتجلب السواح وتجلب الاستثمار لهذه الولاية، وفيها مبايعات ومزاينات ومزايدات ومنافسات بين اتحادات الولايات عامة. مضمار سباق الهجن بكسلا بشرق السودان تشارك فيه قبائل السودان المختلفة، منها قبائل الرشايدة والبشارين والشكرية والبطاحين. الآن أصبح المضمار تشارك فيه الدول العربية وخليجية. حاجة السباق ده مستبدي يعني معانا نحن من يمكن من فترة 50-60 سنة هي سباقنا، ودي بلنا نحمد الله وجايتنا الولايات كلها، ولاية الخرطوم جايتنا، ولاية شندي، وولاية نهرنير، وكل البلد جاينا نحمد الله، واشتراكاتنا قوية، ونحن أصلا ناس السباق من الله خلقنا أهل هجن وناس سباق وناس، وضيوفنا على العين والرأس يجون ويركض والليلة سابقين نحمد الله. الإبل الأصيلة الذي ورثناها من أجدادنا وهي الهجن العربية الأصيلة، والهجن نوعين، نوع الهجن السباق ونوع المزاينة السعاية، والهجن هذه الهجن العربية الأصيلة فيها الحقق وفيها الجذاع وفيها الثنايا وفيها الحيل وفيها الزمول. ينطلق السباق وتركض الهجن في سباق محموم يأمل فيه كل متسابق في الحصول على الفوز ليكسب جائزة المضمار وفرصة لعرض مغري لهجنه الفائزة. والهجن هي فيها فائدة كبيرة بالنسبة للساعينها المواطنين وخارج أيضا الدولة. الهجن طبعا فيه ناس جايين بجماله من حلفة ومن شندي ومن أحد المناطق، يجي يسابق هنا ويسبق ويستفيد بالبيع وبالجوائز، بعد جوائز ثمينة طبعا 2000 درهم بالأول، ويبيع طبعا بيع 700 مليون، 800 مليون، 500 مليون، واليوم ممكن البارح ممكن باعوا حول 5 أشخاص أو 6 أشخاص، والأسبوع اللي طاف طبعا 7-8، كل يوم الحمد لله بيع، وهي استفادة قوية وهي رياضة الآباء والأجداد. تمثل الإبل معزة خاصة لأهل الشرق، خاصة قبائل الرشايدة التي عرفت بتربيتها للإبل وعشقها لتنظيم مثل هذه السباقات، وينظرون لها كالشريان الحيوي وكتراث شعبي ورثوه أبا عن جد. ننظر للإبل كالشريان الحيوي، ننظر للإبل كالعين اللي ما داير سيدها تنعمي، ننظر للإبل بصورة أحسن عندنا من عمارة ب50 مليار. الناقة الواحدة عندنا تسوى عمارة كاملة. الناقة العنافية الصهباء الحرة المنتجة الأصيلة أحسن من عمارة 7 طابق فوق، ونحن نعيش في هذه الشمس وعند هذه الناقة أحسن من اللي عايش في غرفة ومكيف. لا تجيب لنا ضغط ولا تجيب لنا سكر ولا تجيب لنا أمراض من فضل الله تعالى. بعدين البل رياضة وفروسية. مضمار الهجن في شرق السودان ينطلق من كونه مرتعا لتواجد الإبل ورياضة يتطلعون من خلالها للكسب والربح وللتباهي بعظمة ثروتهم الحيوانية
التي رافقتهم في حلهم وطرحالهم. تميز سباق الهجن عن غيره من الرياضات التي عرف بها هذا الإقليم، وذلك لطبيعة المنطقة البدوية والرعوية ولما يتمتع به شرق السودان من ثروة حيوانية كبيرة، سيما الإبل بأنواعها المختلفة. بدر الدين خلف الله لبرنامج بانوراما من ولاية كسلا شرق السودان. من المظاهر الشتوية المحببة في أوروبا انتشار ساحات التزلج على الجليد مع قدوم احتفالات نهاية العام، وترتبط ساحات التزلج بفصل الشتاء رغم أن الأجواء القارة العجوز تكون في الغالب باردة، وهناك الكثير من الساحات منها التقليدي الذي يدخل ضمن إطار القصور الملكية ومنها الحديث، وهي ساحات تجلب المرح للأطفال والكبار على السواء. وهذا الوضع ينطبق تماما على سويسرا، ولمعلومات إضافية لنتابع تقرير الزميلة دينا أبي صعب. لم يحن موسم الشتاء بعد في مدينة فيفي سويسرية الواقعة على شاطئ بحيرة لمال جميلة، رغم ذلك تستقر حلبة الجليد هذه في قلب المدينة. رياضة التزلج على الجليد شغف الأطفال هنا وتقليد ينقله الأهل إلى أولادهم من خلال مشاركتهم اللهو في رحلات التزلج. خلال أيام الأسبوع نستقبل الكثير من طلاب المدارس بالاتفاق والتنظيم مع إدارات هذه المدارس التي تعتبر هذه الزيارة جزءاً من برنامج النشاطات التعليمية. أما خلال عطلة نهاية الأسبوع فيأتي الأطفال الصغار بصحبة الأهل، ويأتي من هم بين 10 و15 سنة بمفردهم. ميزة هذه الحلبة للتزلج على الجليد أنها مفتوحة فيما معظم الحلبات الاصطناعية في سويسرا مغلقة، وهي قريبة جدا من البحيرة، فيما الحلبات المفتوحة الأخرى تقع في الجبال حيث الجليد الطبيعي. هذه المرة الأولى التي نأتي أنا وابنتي هذا العام إلى هنا. الطقس جيد جدا، وهذا يوم كأيام الربيع، والشعور جيد أننا نتزلج في يوم مشمس ودافئ كهذا اليوم. تعتمد رياضة التزلج على الجليد على حسن التوازن، ويستخدم المبتدئون تقنية السير كالبطريق أو يستعينون بمجسمات بلاستيكية خاصة، أما ذوو الخبرة فينطلقون بحرية تامة. لم أتعلم التزلج في معهد أو لدي مدرب محترف، إنما كنت أتي وأنا صغيرة إلى هنا وأراقب بشكل جيد ما يفعله الأطفال الآخرون، وبعد ذلك بدأت التجربة بنفسي. في البداية كنت أسقط كثيرا، لكن سرعان ما تعلمت تقنيات هذه الرياضة. اليوم أجد أن هذه الحلبة صغيرة جدا والناس يأتون إلى هنا بكثرة. الأطفال هم أكثر من تجذبهم هذه الرياضة لما فيها من حركة ومنافسة، خصوصا حين يجتمع داخل الحلبة حشد من الأصدقاء. أحب المجيء إلى هنا لأنني أجد الكثير من أصدقاء المدرسة. هذا زميلي في الصف مايكل، وهذه آن وإلا. أحب هذه اللعبة كثيراً. التزلج صعب قليلاً لكنه ممتع وفيه الكثير من المرح. أحياناً نسقط على الجليد وتتبلل ثيابنا، وأحياناً تكون السقطة موجعة. هناك الكثير من الناس في الحلبة وهذا يكسر سطح الجليد، فيصبح التزلج أصعب ويلزمنا أدوات نستند عليها كي لا نسقط. يعتمد التزلج على الجليد على الشفرة المعدنية المثبتة في أسفل حذاء التزلج، ويجب على المتزلج إمالة قدمه والدفع برفق إلى الخلف ليتمكن من الاندفاع إلى الأمام. تعلم التزلج على الجليد ليس صعبا، وبإمكان الأطفال تعلم ذلك بسرعة، أي بعد موسم واحد من التدريب يمكن للطفل أن يمارس هذه الرياضة بمفرده. نقدم دروسا خصوصية للمبتدئين ليس من الأطفال فقط، إنما أيضا من المتقدمين في السن.
الأطفال يبدأون بالتدريب في سن الرابعة، وفي سن السابعة يمكن أن يعتمدوا على أنفسهم. ولتفادي الحوادث داخل الحلبة يعمد التقنيون إلى كشط الجليد من حين لآخر ليستعيد رونقه. هذه الآلة مخصصة لصيانة سطح الجليد في الحلبة، وهي تعيد له ملمسه الناعم لكي يتسنى للمشاركين التزلج بأفضل الظروف، فالتزلج بكثرة وسرعة يضر بالجليد ويكسر سطحه، ما يجعل التزلج صعبا ويؤدي إلى سقوط الهواة. هذه الآلة مؤلفة من شفرة كبيرة تقشط كسور الثلج وتخرجه من الحلبة، وتقوم بنفس الوقت برش بعض الماء الذي يتحول إلى جليد بفعل درجات الحرارة المنخفضة اصطناعياً، ما يمنح الحلبة قشرة جديدة من الجليد الجيد للتزلج. رياضة تبعث على السعادة، يعود معها الكبار صغاراً، فيما ينطلق الأطفال بثقة كاملة بالنفس فوق الجليد دون خوف من السقوط. مبتدئون مثلي أو محترفون بالتزلج على الجليد لا يهم، ما يهم تحت هذه الخيمة هي روح المرح التي ترافق المتزلجين بأعمارهم المختلفة. من مدينة فوفي في سويسرا لبرنامج بانوراما دينا أبي صعب، تلفزيون دولة الكويت. بلدان شرق القارة الصفراء تميزت منذ الأزل ببعض الفنون القتالية التي أصبحت إرثا بالنسبة لها لما تمثله من قيم تفتخر بها هذه الشعوب، والأمر الآن بالنسبة لمن يمارسونها أصبح بمثابة الطقوس التي يحرص عدد ليس بهين على إحيائها في بعض المناسبات التي أخذت الآن شكل المهرجانات. وهذا الأمر أخذ ينمو بقوة في كوريا الجنوبية التي خصصت تجمعا لمعظم الفنون القتالية حتى تكون موجودة في وقت واحد. وللمزيد حول هذا الموضوع لنشاهد الرسالة التي وافانا بها الزميل نجيب الخش. ما الذي يجمع بين مختلف الفنون القتالية التي تمارس في أنحاء العالم؟ وهل تمكن المفاضلة بينها؟ المهرجان العالمي للفنون القتالية في مدينة تشونجو الكورية، والذي نال اعتراف منظمة اليونسكو كحدث ثقافي رياضي هام، يؤكد أن ذلك بالإمكان، فهو يجمع فرق الفنون القتالية من أنحاء العالم ويقارن بين عروضها. يعجب الزائر من تنوع الفنون القتالية وتعدد مدارسها، وكما هو متوقع فالقارة الآسيوية لها حصة الأسد في هذا المضمار، وخصوصا الصين التي تعد امبراطورية لطيف واسع من هذه الفنون. أعتقد أن قدمنا عروضا جيدة. رياضة الكونغ فو تتطلب الكثير من الجهد، ولكن النتائج تحظى بإعجاب كبير من هذا المهرجان العالمي كل مكان. إنها رياضة عمرها آلاف السنين، ونفتخر بأننا حظينا بفرصة لتمثيلها. كوريا البلد المضيف قدمت عروضا ساحرة بدورها، تنوعت بين التايكواندو والتايكيون وغيرها من الفنون القتالية الكورية التقليدية، ولكن رياضة كابويرا البرازيلية وبعض الرياضات الإفريقية حظيت بحضور هام أيضا، وها هي الكابويرا تفوز على فريق رياضة سيلات من ماليزيا. الفوز أو الخسارة ليس كل شيء، نحن مسرورون لمشاركتنا في هذا المهرجان الفريد والذي له دور خاص في عالم الفنون القتالية. نريد تعريف الآخرين على فننا القتالي، ونريد أيضا أن نطلع على رياضات الدول الأخرى وأن نشكل صداقات جديدة. لجنة التحكيم تتكون من رياضيين سابقين وحكام بعض الفنون القتالية، كما ضمت هذا العام النجم السينمائي الكوري وانغ هو الذي شارك في العديد من أشهر أفلام الكونغ فو في هونغ كونغ. الرياضيون المجتمعون هنا يعرضون مهاراتهم الفردية ويتواصلون مع زملائهم من أنحاء العالم. نحن في لجنة التحكيم نبحث عن روح الفن القتالي في كل عرض نراه، ونقيم انسجام حركة الجسد، فالانسجام في الحركة أمر لا غنى عنه لتشكيل حالة جمالية. نظام التقييم يقارن بين فريقين يعرض كل منهما فنه القتالي، حيث تفاضل اللجنة بين الأدائين من الناحية التقنية والجمالية، وتعطي نقاطا تسمح لأحد الفريقين فقط بالتقدم للمرحلة التالية.
مفاجأة جميلة أتت مع فوز فريق الفنون القتالية الكمبودي بالمركز الثاني رغم ضعف الإمكانيات المادية للاعبين، مما أدى للحظات مؤثرة على منصة المنافسة. It's really tough because, you know, every single... واجهنا صعوبة كبيرة التي اجتازت مراحل المهرجان تتميز بمستواها العالي. في كمبوديا ليس لدينا مكان للتدريب، ولكن التزامنا نابع من قلوبنا. لا نحصل على دعم مالي، ولكننا نعمل لأجل بلدنا ولرفع راية وطننا ولنكون مصدر فخر لمعلمينا ومدربينا. ولكن المفاجأة الأكبر أتت مع فوز فريق أوزبكستان الذي قدم عرضاً مذهلاً في فئة الأداء الجماعي، حظي بإجماع من لجنة التحكيم والجمهور على أنه الأفضل في المهرجان. مهرجان الفنون القتالية احتفال بالتنوع والتشابه في آن واحد، إذ يبرز الجماليات التي تتفرد بها كل رياضة على حدة، ويكرس القيم الإنسانية النبيلة التي تجمع بينها على اختلاف مناشئها. نجيب الخش، تلفزيون دولة الكويت، لبرنامج بانوراما من تشونجو في كوريا. سباقات الكارتينغ هي نوع من أنواع سباقات السيارات، وعادة ما يتم السباق على حلبة كارتينغ صغيرة، وهي تعتبر عادة خطوة أولى في عالم رياضة المحركات. وبات هذا النوع من السباقات منتشرا الآن في عالمنا العربي، واليوم سنسلط الضوء على هذه الرياضة من العاصمة اللبنانية، حيث باتت قبلة لعدد من هواة السرعة والإثارة. والمزيد لنتابع ما جاد به علينا مراسلنا خالد أبو شقرة من بيروت. مع هذه محركات سياراتهم ينطلق الشباب الباحثون عن السرعة والإثارة بسباق نوعي يشبه إلى حد كبير سباق الفورمولا 1، إنها الكارتينغ، إحدى أميز الرياضات التي استقدمت مؤخراً إلى لبنان منذ العام 1991، وهذه اللعبة تشهد قفزات كمية ونوعية سواء لجهة الانتشار وإقامة الحلبات بمواصفات عالمية أو لجهة استقطابها لأعداد كبيرة من الشباب والناشئة. أنا كثير مبسوط لأني ربحت البطولة، بس أكبر كثير أوفر من هون. في مرة كان صاحبه لبابي ابنه كان بيسوق، فجينا حبيت جرب، جربت وحبيتها كتير. تعني لي هاللعبة انه انا فش خلق فيها، وبالمستقبل حب يصير اقوى من هيك بكتير. بحبها كتير لانه انا بحب من انا وزي بحب السيارات، وبحب اعمل هيدا السبورت لانه بيساعدني لتصير اكبر. هي الفكرة انه انا بعتبر انه اللي بيسوق هون بس يطلع بالسيارة بيسوق رايق، لانه بيبقى ديجا خلص فش خلقه وبيعرف انه السواقة هون مش خطرة قد السواقة على الطريق العام. حتى لو بسرع يعني هون بيسرع قد ما بده وما عنده خطر. بعتقد انا انه بعدين بس يطلع على الدركسيون بيعطوا اهمية السواقة هون انه يسوقوا بتروا بالعالم. تعتبر الكارتينغ الخطوة الأولى في عالم رياضة المحركات، والمدرسة التي انطلق منها سائقو الفورمولا 1 المحترفون أمثال مايكل شوماخر، أرتون سينا، ألونسو وهاملتون وغيرهم الكثر، وهي بالإضافة إلى مساهمتها الكبيرة في إعداد جيل من السائقين المحترفين تعتبر أساسية في تنمية التوازن والإدراك وتحمل المسؤولية في القيادة عند الشباب. الكارتينغ رياضة بحد ذاتها هي مدرسة لكل الرياضات اللي هي بتعلق بالسبور ميكانيك، رياضة ميكانيكية محركات، يعني شو ما كان يكون نوع الرياضة اللي انت بتحب تمارسها، بعكبر رالي او فورمولا او شو ما كان يكون، او جي تي يعني سيارات يعني اللي بتسوقن على الحلبة كمان. هيدي هي المدرسة تبع كل الرياضات. هلا هي مقسومة قسمين، القسم اللي هو اذا بدك الهواية اللي فيها كل حيالله شخص يجي بحب السواقة بحب السرعة بيسأجر سيارة وبيقدر يسوق على الحلبة. عندنا الحلبة كلها فيها يعني معمولة فيها كل مواصفات السلام كلها موجودة فيها، معمولة خصوصا لواحد يمارس الهواية بطريقة آمنة، واللي بحب يحترفها في يحترفها. كمان في سيارات خصوصية أكيد صار المستوى أعلى بكتير، صار مطلوب اللباس الخصوصي والخوذ الخصوصي وكل شيء اللي هن مثل هلا عم نشوف هلا ورانا سيارات، عم نور هلا ورانا، هدول سيارات
سباق. قد يكون الانتقال من مرحلة الهواية إلى الاحتراف أصعب ما يواجه رواد هذه الرياضة، فارتفاع تكاليفها من جهة وتطلبها الكثير من ساعات العمل والتدريب، عنصران ما زالا يعيقان نشوء جيل من المحترفين يصعد تدريجيا على سلم رياضة المحركات. يعني إذا بدك تعملها كأماتور تتسلى عندك تقريبا بال 400-500 دولار بالشهر، إذا بدك تكون أكثر بروفيشنال بدك تطلع أكثر، بتطلع لل 700-800 دولار بالشهر حسب شو عم تغير بالسيارة، جريد، انجن، كل هالأشياء. هي رياضة مو بكل شيء رياضة محركات مكلفة كثير هي بتكون، بس نحن بعدنا بهال بتعرف بأول ما بلشوا بعدها الكلفة تقريبا قادرين نتحملها كأهل نحن، أكيد بس يطلع على ليفل أعلى بصير بدنا نبلش على سبونسر أكيد. كمثل غيرها من الرياضات لا تحتاج رياضة الكارتينج في لبنان إلى القليل من الدعم والاهتمام. خالد أبو شقرة، تلفزيون دولة الكويت، لبرنامج بانوراما، بيروت. وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، متمنين أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، على أمل أن نلقاكم في القريب العاجل. إلى ذلك الحين نتمنى لكم أسعد الأوقات وإلى اللقاء.